أقوى حكمة في الحياة تعلمتها في قاعدة عشرة، ربي يغفر ويسامح. كنا بانكين وليد الحومة نسكروا نهار عيد الحب، نحن مو مناظر مقلبة لنحبه ولا نتحبه، ومعانا واحد نبار ريتوها كالجموع اللي يعرف أسرار العبيد الكل، ومرت فلانة كان صاحبت فلان، واخت فلان هابطة من كهربة، والأخرى ريتها في تاكسي مع واحد، والأخرى مصاحبة فلان، والأخرى ليلة عرسها نوع ذاك. هذا سيدي نحن كيك، وثم كوبل قاموا من نعمة كانوا يحبوا في بعضهم، نار عيد الحب وكانوا متاكين يحبوا في بعضهم. يا سيدي وبدينا نحن ننبروا، ها والحب في الربعي، ها والحب تحت المطر، ها والحب كذا. يا ملك يا سيدي ودعها بيسها، وهي جاية هاي جاية، ونحن طبخت ريا حلوة وكذا، واختها خلطت بحذانا. تطلع شكون؟ تطلع أخت النبارة ذاك اللي يحكي في عروضات العباية. ناشدني كريز نتاع ضحك، صحابي يتبربسوا بالضحك، وسيدة ذاك كسر كعبة بيرة مخلينا هو شحب يدغر أخته وكذا. لكن العبرة من الحكمة ذيك، ثم عبيد تحكي عروضات العبيد برشا برشا برشا، وعرضه يبدأ ملوث على الأخر.